أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا قبل أبنى يا آيات بقول يا طلباتني أفراد وصورة البقرة كمدة فأنا سوق قارني عشر كانوا أفرتني اللحاد أنا وقد أحدهم سورة بالأبعاد القرآن إلهي سبحانه وتعالى وقلنا وصوا ورمي عشر كانوا آيات مودا بيهي وحياله محرمات كاهي أي إلهي نوغصة ورمي وإلهي سبحانه وتعالى وهو دعي الله وهو إذن كحرم الميتدى هي الدم كدم المسوحة هي لحم الخنزير كأي إلهي إذن كحرمي يوحي إلهي غير في سنوك ورعمه هذا أتي شيء أنت أصدر الله صوشه حالة الإجرار مركي لجاره وقفك وحوية دباسة أي مركي سؤوك يسوء وشيء قافل صوشه وحقعنا أتبعون قف داغي هو مارس يا مسلمين تبغاد دود عن كمد هيني أدنا وحوية سفر في سمر كاسي سفر المعصية أو سنة هينو سيدا قادر الضريق يوكا كان سلام مرني جد كل في سماها نينو وحاس عنو دا إلهي إلهينا وضعف عيدتك ويدي سواون حريصنا يا رسول دعالي آيات هذا ميشان إنو كجيري إن إنت أنا معنى هيد أجري وهي كسوة دكتي علماء اليهود أيضاً قاعدتنا أن يوجد تأذي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعلماء خصوه وحوية سلة المؤركة أما أهمها أن أخرى أن تتوقع إلى أن نقنع يسرى لمن كانت يهودة علماء دوض ضدك أيضا كهوة بها ومركة علم ذئية عن لهين ويحق منصب كأيه وخطر ليان أيه وهي كد على الجرين ما لي كد على الجرين إذا بركة إنه حيج عاجلًا نبي له زمان أيه إنه خصوب جعلت صوره وحوي مد أو مكاسي لماذا أمس مكاسي تمني أو بين عيوه أي صوب صوره وهي صوره هي كتب تاريخية فيهم إن نبي له زمان ونبي عليه السلام وهي رسول كان عرب له صوب حناي رسول كان مركي له صوب هي غير كود وعرب له صوب هي ويطبق إن من كان سعر مده ملاحظة إن ماذا يطبق إن ملاحظة إنه هو عن حق الدين إن الماشاء يكبح هذا ورسولك عليه الصلاة والسلام أرقص وضع هاي إن يعيب الماشاء كبحان إلا هو هو الدين يعيب الشيخان أيين يعيب أكو عمل قال إن مركي نبي عليه الصلاة والسلام إلهي يسوب عيه دين منصوخة عليه النقون إساء أيضا هو حواج يقول نقون إساء رسولك عليه الصلاة والسلام من إهراعان dadkii ayaga suufalada ahaa oo ayaga raacsanaa oo culumnimo u haystana waxay ka baqeen inay rasuulka raacan calayhi salaatu wasalaam oo meesha markaasii waxyaabihii dadku ka soo gaari jiro xoolihii waxa ay ka qaadan jireen
iyo waxyaabaha ay qaraabka ay ka qaadan jireen inay meesha ka baxaan. Arrintaas markaa waxay ku dhaqaaqeen inay sifada Nabiga Cali (sallallahu calayhi wasallam) ay bedelaan, sifada asxaabtiisa ay bedelaan, beledkiisa ay bedelaan, oo tawreed ay taxriifaad ay ku sameeyaan, iyagoo markaas ku dadaalaya madaxtinimadooda inay markaas ay sii haystaan oo dadka ay ka jeediyaan Rasuulka Cali (sallallahu calayhi wasallam). Waxaas la mid ah cid kasta oo diinta Islaamka dana adduunya markaasi waxa weeye u taxriifisa. Qur-aankeenna hadda lama bedeli karo oo ilaahay wuxuu yihi innaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun. Asagaasha waxaa dhici karta in markaasi si uusan qur-aanku uusan ahayn ama macniisu in loo ta'wiiliyo. Marka waxay ku dadaalayeen siyaasadooda iyo waxyaabihii dadkaas ay ka qaadan jireen. Waatoo dhahay alla subxaanahu watacaala yuriiduuna liyusfi'uu nuura allaahi biafwaahihim ويعبد الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وهي دونها نور كإلهي إلي دميان وأفضل إليك دميان الله سبحانه وتعالى واجيري إلى نور في سعين وطامي إلى موياني غرادة جالدة وهو كهرانه لمن كان سعاد آيات أن يكسر دكتير إلهي ووهرم يا سبحانه وتعالى لكن وحي المغنيسة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وي علماء الإسلام هذي سيدها سوى خرائي كوكا عام ويدين في إسلام فكو بانيسان ويأدوية يكون هالسدان يكونون كعلماء اليهود إلهي مركز سودة إن الذين قوى يكتمون قرن عليه ما في أنزل الله ألا أسود جيه أو من الكتاب كتاب كأه ورشملنا عليه كفر النبي عليه الصلاة والسلام إن الذين قوى يكتمون قرن عود إلهي ما في أنزل الله ألا أسود جيه أو من الكتاب من تعتب إله ولا غريفة كتاب تكمدة أبنى إله الهود سبحانه وتعالى ويشترون الشريثانية به كالطول إلهي ثمنا بهف قليلا أوير ويشترون الشريثانية به معناها وحوية وحاس مكة سوى حوية أي قرآن كوب الدرينوي أما ويشترون الشريثان يبيه بالكتاب كتاب ثمنا بيفكو الشريثان قليلا أوية وهو حوية بيف قليلا أي قادنا يان كتاب في أي مركة سيكة تقايا وهي بدل كيس قادنا يان الدنيا قادنا يان مركة هذا إلهي ثمنا قليلا أيوه ما يشبوح يسوي جلي كريس هذا مثلا بحوارب بدن أي كهرايان إلى المركز أي كشة أي سكران مركز سؤو وحوية دينة إسلام كبدل كيرا أيضو دينة تحرير سنعية الدنيا بدل كيرا أي كو قاسان الدنيا لطنها دير رسيانة ثمانا قليلا إلى حرف إلهي كتاب كيسة كاملة الدنيا أمر ابن خريس مركز الدنيا مروى البو حوية ثمانا قليلا بيتا جنهيسا ولايك أخوها صوت إله سبحانه وتعالى ما يأكلون معنا عيان في بطونهم على الصوت إلا النار النار مويه وعي على الصوت كشوب عيان نار بيت جري دونا ولايك أخوها صوت إله سبحانه وتعالى ما يأكلون معنا عيان في بطونهم في ملء بطونهم على الصوت مجيلة على الصوت مجيلة إلا النار النار مويه معناه واحد بدل كأه وإلهي كتاب فيه سنة تحريفيان يفقها دانا يان على الصوت دانا يخشبها يان وهي على الصوت كبه حاجة نار وي معايا لنارته وهي مقال كودة دنبوء يان ناره وي ووحف أياه صلوك أبو النقونا يأني ناس أي جلان ساسين نقونا يتاوي مأوه لإي عاقبة أمرهم أياه نار نقونا هذا نوع إلهي يقول سبحانه وتعالى ولا يكلمهم الله قال الله وحرم ماله يوم القيامة في قيامة ما ننتهي ولا يكلمهم الله قال الله وحرم ماله إلهي يوم القيامة في قيامة ما ننتهي هذا كلام كان وحام الأولى كلام في الله كلام إلهي سبحانه وتعالى وكيهي وكلام هالي وكيهي ويقف فرحان إلهي كل حبل ماله لكن إلهي سبحانه وتعالى كلام قذب كلام عريس يهي وقل الله يا كفار تسيع عائدك لو قرآن كان أوتين دونه حديثنا سؤال رؤية مركب وضعه سأل الله هذا يتقلبا عليهم وعلى الله سبحانه وتعالى عريس يهي
هاي قفت أبو عريسانته لما هذا الشيء قفت أبو عريسانته لهذا الناس ولا يزكيه موضعه الله سبحانه وتعالى الله مطهر عليها بني ولا يزكيه الله مطهر عليه ودمج إليه إلهي سبحانه وتعالى كظهر ماي ولا يزكيهم الله ظهر ماي ولهم محان أصغنا روضا إلهي سبحانه وتعالى عذاب عذاب أي أصغنا لي عذاب كسوء أليم مؤلم أرحم وجيه أي أصغنا روض إلهي ولك هذا هو إلهي هو أنه عضينا عيدا حال صورة إلا عضي آخر سلء ونقون عليه وإلهي سبحانه وتعالى إنه سنلها سمي دون الهدي فأصوى أي خفة سمي يسوف كدمان في مركز أي سمعيين أو إلهي بيتي سقريين هي مركز إلهي إنه سنتهيري أو سنجب كتهيري جب كتهيري الله أنت أصنوى أي خفة سمي يسوف اشتراها إلهي كتاب فيه في أبنية أي سيسان ثمان قليلة أي سيسان هي عذاب قليل هذا إلهي أشياغي عذاب إثناء وخفة سمي وحيابها مركز أي عنايان وبعض الكاس أي فقه هذا أيان أي علاف وخرى ثم أيان إلهي سوري سبحانه وتعالى أولئك قوى صور إلهي الذين قوى اشتروا الله العالك بعيدة كرأي صور إلهي بالهداها منك بد الكيس ولا عذاب عذاب كنشر أي صور إلهي بالمغفرة لا قد كل شرأي صور وما أصبرهم حال تصبر باليوم إلهي على النار الناس إلهي سوري سبحانه وتعالى أولئك قوى صور إلهي حال كود الدنيا العظيمة يا وحياه هذا أرمها هذا يكون متيسن الدنيا المرك يجوعين وح أي فلان أي إلهي توهم يا هذا أبقي في المرك في إلهي سبحانه وتعالى نار أجليه ما رنت قيامه أو صلواه من كلامه لا ذنب إليه أو صخبه عذاب أليم لجليه إلهي مرك وحده سبحانه وتعالى أولئك قوى صور إلهي الذين قوى ويشتروا الله العالة بعيدة شرعي صور إلهي بالهداها نوك بدل كي تقول شرعي صور ووحا ويه وحي قاتين بعيدة أيه قاتين بدل كي هنوك والعذاب عذاب كان الشرعي صور أو إيسابي بالمغفرة مغفرة بدل كيف هذا يسمى حق قرير هيني مغفرة هيني لهذه أفيا شيء حق ويقهيين مركزة إلهي سبحانه وتعالى مغفرة ذولي إلهي وضع أسره إلهي عذاب مبجلي الله مركز هنا صيغة وصيغة تعجوة وما أصبرهم حاف صبر باليوم إلهي قوة على نار الناس معنى أذي كيف أصبرهم على الناس أصبروا ذا مركز وهذا فما أصبرهم فعل تعجوة فاعلكنا مستطر وجوبا ومركز هذا مفعول مفعول وي والله قالوا انه استفهاميه او بمعنى تعجب وي لكن هذه اساسا هي استفهاميه ومعنى تعجب هذه لا يدري يعرف اسم الله يكون ايسا والله قالوا انه هو اسم موصول وي وين قدم بين استراد يكون ايسا استراد موصول خبر كنا محذوف هو نقول يعني والله قالوا لي لازم مكر او موصوفه وي وين قدم بين استفهام يكون ايسا خبر كنا محذوف لكن كذا هراء يا مركا سيئة هان لو بديه ما أشد صبرهم ويصبر كل المحاذ أكيو بإله لإله سبحانه وتعالى عذاب فيسا عذاب إلهي أيها وحر وصبر شاء مؤمنين تأيا أنت في الوعجب جلنا يا منك أتوح يكون أيان هو مركا سيوا يجبنا يا إلهي عذاب فيسا وي هذا نوحى فحيصا مين أيان من غير مبالاة وحضاء يظن أبيرين ذلك كالطول إلهي سبحانه وتعالى مشاهد إليه وحوله ويهدى الإله من رسله ورمه نارس أي مركز على صورة يكون عيان أو حيالها نارس أو صورة نقول يكون عيان يقول يكدم لي ذلك كالطول شعور إلهي لأن الله بسبب أن الله الله صورة كالي سؤاتي نزل الكتاب كتاب كأوديكي بالحق حق من أسوديكي وعلمها في مركز يقول عيان وهوله إلهي سبحانه وتعالى كتاب حق يسودتي كتاب حق يسودتي ذلك كتاب إلهي لأن الله بفاد أن الله الله صوب كهر أيكو هاتي ألا نزل الكتاب كتاب كأوديتي بالحق حق من أسودتي
كتابك وحوله وكتابك التوراة هو تحريفنا عليه عملت وحوله وقرآن خالي لكن مفسرين توحيد سوى فصيين إنه التوراة إيه ما دام هذا اللي جسر هذا العلماء اليهود هذه لكن كتابك وقرآن كوائي من الله بخلافة فجرة وإن الذين قوى عيوبه الله سبحانه وتعالى اختلفوا اختلافين في الكتاب كتاب اسكو خلافي واليهود الذين أموا مشركين وقرآن كما كان بعد ود إلهين وسحر قاروا سحر إلهين قاروا كهانة إلهين طلبوا ما كان سحر وحدة وإن الذين قوى عيوبه الله اختلفوا اختلافين في الكتاب كتاب اسكو خلافي لفي شقاق خلاف أي كسوة نعتم بعيد الأرفو وحرصه لفي شقاق نو إلهي خلاف أي كسوة اتقرب يعوي بعيد الأرفق وحق كفك أي كسوة نو إلهي سبحانه وتعالى ليس البر ليس البر وإلهي فمطلكم ماهن أن تولوا من الجيرسان وجوهكم الجياشين قبل المشرق مشرق جهيد أبي الجيرسان يوال مقصد مقصد أيضا هذا حوالا غير إنسانا معنى هذا أجرين أيضا لفتر خياله وحيث الدين إيسا يهوديا نصارو لمن كعلو كتابك معايا أيضا كتب سوري بينيي أو تحريفيي أيها الدناء وحيث يغنيا إن البر أي صمينيا أو ضد خير كشق أيها أو وناس صمينيها إن يهين أي مكاسي وحويث يغنيا أرنتا سا إلهي سبحانه وتعالى أكوها الدين إيسا برغة أوحاويها إيا قبة طمعين يستنش إلهي سبحانه وتعالى وأن أشيق إياه فهذا إلهي سبحانه وتعالى أن أشيق إياه ليس البر إيا ليس البر لولا أسكراء يا جرعو سبعيتان أوي ليس البر هذين إلهي سيدة معرفة يا حصار ليس البر إلهي خبر أي نقون إساء خبر 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 ليسين نقون إساء مقدم أول هرمي أنت واللولة أصنوها وهي في تأويل مصدري أهان إساء إسم كيرينا مؤخر واي والجلد إذن هذين ليس البر ليلة ذنه ليس البر لأسو اسم ليس واي أنت واللولة خبر كيرينا نقون إساء برد وحال إلى ذنه واسم جامع لكل خير ومرعق من عيه خير لما أنت يسكن من عيه وإذا خيره تم أياه وحالي يبقى لها سيلا وحاولي الدب قبؤوية اسم جامع لكل شرعوية هو الدب هديل إلهي وهو صمدنا إياه وحكى الصعو مركة في الشرع أياه صمدنا إياه وحكى الصعو شرع أياه صمدنا إياه بك إلهي يقول سبحانه وتعالى ليس البر لإلهي ليس البر ثم فلكم أهم أن تولوا إلى الجيدسان وقرى وجوهكم الجياشين فهذا مركة الدكان إيسان فبلا المشرق مشرق جهدي أدواتا رؤوسا مرجع مركاتي هو لوضع قرابة مركات إليك للهاجرين فهو قبله ومساردنا حق أثمارة يا مشرق قابل جرسي ولدى أن هل كان إيسو قابل جرسي مخيب أو ميت المغنس نسارة وحي شيء لقي برغ إنه يهي استقبال جهة دروع الشمس ولعلى ما سيخصوه على صوت إلا قادر إنه يبرسه يهود أيضاً وحي سيحسن برغ إنه يهي بيت المقدس إلا قادره لكن هذا مراسك وحوي لو لجي إلى مركز المقربك ما عند المشرق على قولة مركز حاسه وقيرا جينة الشمال حاسه وقيري فلما قاربوا بحيلين وحي سيطور جكتا مسلمين ته مسلمين توحيها يا الإسلام تبلو يسي أياه وحال أمهي إلي إلهي خميان سرادوبة نئي سكد كذان وأمرك النبي أنا عليه السلام بكئ وجوبي جهاز إلى مصر لكن لأي جهة إنسان وين ما سيدونان يد كذان إنك سوقوك صلى الله عليه فيها معنو مركة وحوية بره ما أنسي الاعتقادي الإسان إنا يأهم بكوك وانتا إيمان إياه ثلاث كريه هي وحوية خطال فربضان وصل عبد الله قراء عيدا انه شيء قال ايا ضره اوياه الصلاة كريه ان يسرد كله الهينا اللهم ايه انت كريه بره كما قومنا ليس الضر يو الالهي ضره معا سمفلكه ان تولوا الى الجيرسان وجوهكم جياشين
تبنى المشرق مشرق جهلية قرح كصوبة يوال مقيب قرح قرح ولكن البر الإلهي إيجا البر الإلهي بر جسن أصاحيك قفك بر جسن مينعي ومتك كنولي أما ولكن البر أي الباه ومتك باهد هو إلهي باهد هو من دون ويوم إلهي آمن بالله اللهم إيه من دون ويوم إلهي سبحانه وتعالى آمن بالله إلهي هم إيه يوال يوم يوم في الأخير أو جنبه يوال ملائكة ملائكة يوال كتاب خطبة يوال نبيين نبياته وآتى المال مالك نبحيه على حبه مع حبه جعل في سئنا لقب وأصوه مالك جعل بحيه أوسيه مركاتي ذوي القرباء قرار منك وصاحيه السيه يوال يتامى أدونك يوال مساكين مساكينك يوال من التبيل جدك إن أمكيس ومسافرك يا والسائلين كوا سؤالنا يا وفي الرقابي وفي فقر الرقابي ورفق انت كوا هذي أظومنك التي تابي ذلك لسوق فاري وقامت ثلاثة ثلاثة روغي وآشد زكاة زكاة البتين يا والموفون كوا أوفناي بعهدهم بلا كوا أوفناي إذا وفي عهدوا الله إلا بلا ما أمددتك يا والصابرين كوا صبراي في البأساء باسك صبراي فقر الشدريسة يا والله الرأي مرك ومرلك يا وحين البأس بأسك وفي سعبس حربك ودلالك جهد وصبرك ورأيك هو أصول إله صفاتك في أصول شهرك الذين كوا يصدقوك رجل الإيمان كودا أما يبه الشيطان ورأيك هو أصول إله هم المتقون وأقوى الله كعبتناه لكن سلع الأليس الشيطان يسار معه صفاتك المخ إلا يتهره أياد مركا سيد نقول يسنو ليه ألو البر ياد نقول إنسان أفكا سؤال سفادا لأهل أياد بره مركا سي أهل أه أو قف بره سمييي أه لكن قف معاوي أن وحدة سمييي لي إنو مركا سي بره أو شاسو هستغل أهل أهين وحسو سجل أيما ليس البر بره بما أهنول إلهي كما طلق أنت ولو إنا جيرسان وجوهكم الجياسين قبل المشرق مشرق جهليلة يوال مقيم مقيم الإلهي ولكن البر الإله مثل باهجة من دون ويا آمن بالله إليكم وهذا غير صفات وإن إليكم أيها الإيمان بالله وهو حيث هي أول يوم يوم في الآخر أوضم يوم الآخر أوضم أيها يا موحي الوشي إيجاي وجمد إيا معرفة إيا حساب إيا ميزان في وهي مها سمعيات له غير كائنهم أيها هي أول ملائكة ملائكة الإلهي إلهي ملائكي سنده هو إيمانك أيها الله وغهر الله أيها ملائكة وحي إيهين إلهي ملائكة وخدنا إيسان هين هوانا إيسان هين قبك ملائكة اعتقادي إلهي خدهين قبك سحوه وكفة تقوضي قبك إلهي هوانهين اعتقادينا وكفة قالولي أدو من إلهي أمرك سوى هواي إلهي سبحانه وتعالى أمر في سكوش غينا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون وصول إلهي هي أول كتاب كتاب هذا أشعر جيسية الكتب تقمان تدعي الولسية هي أول نبيين النبيات سود إلهي نبي كسود إلهي سودحي إن الحق أو إلهي سودحي وآثال مال مالك السيو أهدن إلهي على حبه على المعيوي ما حبه جعل في سينا لقبه أو مالك مجعله ذوي القرباء قرار من أصاحيه قريب كوحا اللي يسوه هرمري وفق قريب كهديه على السينو عليه السلام فأولا أصدقت على القريب سن ثاني أولا أصدقت مصيرة وفي قريبك وحبيلة فيه صدق نويسة قرابة حرير نويسة لهو القربان قرابة مثل صاحبه الإلهي إيه وليتامى أبونك إيه والمساكين مساكينك إيه وابن السبيل جدك إن أمكيسة ابن السبيل توقفك مسافرك وزادك أو خبؤي ولو كان قريبا في بلد يا لله فلا في سبقين هكون ولو يا والسائلين كوا سؤالنا ايه ركب على بينك وايه مركا في سؤالك وتعر الله ايه ابقى ذكى سائلين تا مطلقا وي فاني هم اغضو غير في سانغضو محايا العزيز سانو هاو داي اعدو السائلة ولو جاء على فرسن ابقى سائلك وحسست فيه وداي فرس بحسا غالي لان الفرس كايه جليل قاسوه في ناي من كانت باور منك اوضم بيوتا أما ما رأيت يا ديار أدوة أما وحوة مرهدو سائل هوالا فينا يا
هي وفي الرقاد وفي فكر الرقاد ورفقنت قوة قصرا ذكا وحوية وهذه ورعب ومكة جير جيران تضل حاجة مخاطبين ومن أدران مخاطبة وسيد سيسو ليها خاطبتك على كذا وكذا فإن أديت فأنت حر انت سيكون في كذا بعد سنة حرات والله أخر من يا يا ذكا مركز أصرادة هو مركز جالد أي قفاشين وحق هذا الوقف قفاشين إن أيجنا مركز مال وفقية وقامت ثلاثة تهاجد أوروغا يهدن إلهي ثلاثة أي أوروغا يهدن أو الدكان أيام شروط هذا أركان هذا يأداد كذا إلى إيمان أيام ويأتز زكاة الزكاة بحيون إلهي زكاة فرع الكابه هي والموفون أوفنا الإلهي بعهد ينبال نقول أوفنا أيام إذا وفي عهدو الله إلى بلمان أما إذاك لب بلمان مثلا مقفة النذر أو قلبي إلهي يقول سبحانه وتعالى وحبه النسري فعصى الدورة إلهي فينا واضحنا يا أما تصع يقول رب الله مي عادي لتبقنا يا وعوال المركز هو الموفون بعادين من إله وعدوه يأنجزوه وعدتك هذي وحي أبوهان وحي خبحا يا هذي وحكو النذران وفينا يا هذي دعسان أن المركز يدهس بهنا يا هذي وحش يجاه كفوش يجا يقوه خوضا هذي لآمناء خياني يا تذكرت أول موفون بعهد لله لا عهد هي والصابرين لله قوة صبرا علمي هذا مدح فعل أو مدح يالغون فيه وأمدح الصابرين يسكتوها قوة صبرا يعني أمانا في البأساء باسق صبرا وهو بأساء أيه صبرا شدة الفقه ويلي محايا لفقه وباسوي أحد إلهي غير في ساس أشياء غمالي معايا الهي وحو جعلها ضدك الدعالي فكو الحا ومروا الله الهي بري الله قوة سنجعلي الهي كليل ايو دلتي فأشي غنيا في البأساء ايه والله رائع مرحوم الهي مرى الخيال اله شدة المرى 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 قدركو يستغنى وحوية باطلية ايه وحين البأس يوم الهي حبض وقت ياس وقت شدة القتال في سبيل الله سفار هذا الصلاة جاء لها يلوش يمتون يسوء قراءة رفوعة صورة إلهي مصر الموصوفون بما يذكره ويبكى سفار هذا الصلاة يلوش يسوء الذين كوه ويقول إلهي صدقوا الله أغفر شهدان إيمان كورا أما تبرق أي شيء غنايا فتكاتا إلهي سبحانه وتعالى أغفر شهدان وها أي شيء غنايا قراءة رفوعة صورة إلهي أم المتقون ومتقين هو إلهي كبقى يولي oo taqwada oo ay kaamil tahay ayaa laga wadaa dadkaas ayaana markaas waxa lagu tilmaami kara dadka qiyaal ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala taqwadiisa ku taagan oo allah ka baqayo dadkaas ayaa la dhihi karaa oo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa asalkeen inta suuq igay wallahu subhanahu wa ta'ala alam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.